عمر. عمر حبيبي حبيبي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. كفارة يا راجل. عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله. العالم دي بتبص لي كده ليه؟ ما أم خرجت. نعم. أنت مش عارف يبص لك ليه؟ لا. يا عمر، أنت أول واحد حاول يهرب من السجن ده من ساعة ما اتبنى. محدش عمل اللي أنت عملته. مش مهم اللي عملته، المهم اللي هعمله. يا نهار أسود. تقصد إيه؟ أنا لازم أخرج من هنا. تاني؟ تاني يا عمر؟ ما حرمتش؟ حياة أهلي في خطر. مش هقعد هنا أتفرج عليهم حاطط إيدي على خدي. يا عمر. يا عمر، من ساعة الحباب الزفت اللي عملناه والحراسة اتشددت على السجن كله. مش مهم. لازم أخرج. يا عمر، دلوقتي كل خطوة، كل نفس، كل كلمة هتتحسب عليك. مش هيسيبوك. ولا مستنيهم. يا عمر. يا عمر. عمي. العمر طلع رجال. تعرف؟ لا بيعالج حدا ولا بيحاكي حدا. حاله بحاله. تعال تعال نشوفه. يلا. عمر. يا عمر. مين دول؟ انت ما بتعرفني، بس انا بعرفك كثير منيح يا ابو الشباب. اهلا وسهلا. دول رجاله زي الورد. بيحبوك جدا وبيتكلموا عنك كلام زي الفل. نحن بنحب الرجال الجدعان، واي اشي بدك اياه نحن تحت امرك على راسي. وشو بدك احنا لعيونك؟ احنا لازمين. طالما زيدان بيثق فيك ويبقى انا كمان هثق فيك. وهنتقابل ان شاء الله. ان شاء الله. من دول؟ شفت بقى انت بقيت ايه عند الناس؟ بقيت بالنسبه لهم حاجه كبيره خالص. على ايه يعني؟ يا ريتني عرفت اهرب. يا عم قول الحمد لله. اطمني، مفيش حاجه حصلت في مصر الخليج؟ مؤقتا بس. تقصد ايه؟ اقصد ان هم مش هيسكتوا. يا عمر، انا عليا حكم جديد. مش عايز اقضي بيت حياتي هنا، مش عايز اقعد في السجن. ما تخافش يا زيدان، ان شاء الله هتخرج. روح 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 يلا ما حد يلقه لحاله وقع ما قربنا. انت لسه فاكر انه هو هيحميك؟ هو مين؟ انت فاهم كويس وانا بتكلم عن مين. اكبر غلطه عملتها انك وقفت جنبه، والغلطه دي هتدفع ثمنها غالي قوي. مين اللي عمل فيك كده؟ عمار. زيدان خليك معايا. عمار، لو عشت وشفت بنتي عروسة احضنها وقول لها ابوك كان نفسه يحضنك في اليوم ده. زيدان 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 رد عليا.
رد عليا، رد عليا يا زيدان، زيدان، زيدان.